نعم شنو هاي المبادرة مالتك؟ هاي مبادرة تشتري انت كل قطعة تشتري هذي بلك قطعة مثلا فلفلة واحدة خيارة واحدة تجمع حلطيها الفقير هاي بالدغارة من مشيها؟ بالدغارة وبالدوانية بصورة عامة كل المحلات ما عندنا هيك لا لا هاي بكل المحلات يعني هاي ايش صار لكم تشتغلون بهالنظام هذا؟ ما صار سنة بيها سنة كاملة؟ سنة على مستوى المحافظة صار سنة جيت وزعوا على الفقراء؟ على الفقراء هاي علاليق نجمعها ونوزعها الله بارك الله فيكم خوش مبادرة الله يبارك فيكم وبشتكم إن شاء الله موفقين إن شاء الله وانا مثل ما جاي تشوفون بالدغارة و... والله احنا شفناها بالانترنت بس احنا نعم والوزع على يقول على الفقره بس المعتاد تعرفون الفقره يعني اي نعرف انت هم لا تعرفوا من وديلهم اذا تعرفون انت عندكم لا احنا هيك احنا بنجلس بس انا شوف احنا شفنا هاي الفقره بالانترنت ايش راح الانترنت عندها جروب اي بعد كل اللي سووها لك عندكم طبقوها عندكم والله هي نشروها بس شو ما طبقنا لا منشور انا عندنا طبقه العالم جاي توزعون صايكم سنه وزع سنه سنه المحافظه سنه توزع الله يبارك فيكم جزاكم الله خير ان شاء الله طيب مثل ما جاي يشوفون هذا ظهر مطبقيها هنا بكل المكانات هنا بالدغاره يعني اللي يشتري يتبرع بقطعه واحده هاي جزاهم الله خير الجزاء طماطايه خياره باذنجاني راس بصل قطعه واحده يعني من كل امكانيته ولد قطعه قطعتين ثلاثة حسب يعني واحد اذا اشترى مثلا مشكل يعني يعطي من كل قطعه بكيفه من كل قطعه واحده من كل حاجه واحده يعطي من كلهن حاجه واحده عادي من كلهن حاجه واحده عادي حبيبي رحم الله والديك شكرا جزيلا